تشوف المشتبه كنشوف حتى في هاد الطيف ديال الدجاج اللي كانوا تيهددوا به واحد المواطنة انا ما مقدرش هادو مزيغ داخلها تيفوني هما ثلاثة هنا في اللي الدولية هما هذوك الجوج هما هذوك الجوج اللي معايا هزوني تسمع وخبطوني دولي يا سقي انا ما نتعداش ما نديش بنيه شحال كانوا عندو واحد شحال تليفوني ما نقولش دي ما نقولش بنادم راه دار لي ولا ما دار لي ها تليفوني عندي الدولية سميتو وشافو شاف تحيدي طابليه انا سميتو دادي طابليه انا دادي عندي الطابليه ديالي عندي التصويني عندي خوتي اللي يشوفوني يخرجوني في الجورنال دادي طابليه ديالي الشاف وحيدها ليا جرها ليا واش قطعت بالزوار ولا نوضي
بالخروج في التجارب من خلال هذا المباشر، هذا الشخص حاول صحيح انطلقوا حجوز الاشخاص وتم الاعتقال ديالهم الطافي جدا من اجل الشرطه القضائيه. اذا مش تتبع قناه شوش تي في، الى هنا وصلنا الى هذا المباشر، الى اللقاء في مباشر اخر.